انت عم تلاحقني ولا شو؟ منطقة هالفتي صغيرة أولاً، ثانياً أنا بضل عم بفتي، ثالثاً أنت بتضلي بالشوارع. انتبه على اللي عم تقوله. يا الله على هالليلة، اليوم الكل معصب، شو القصة؟ خير إن شاء الله. أنا بدي أعصب وأفتل بالشوارع، أنت شو لك علاقة؟ الكل بيتدخل فيني، اتركوني ساوي اللي بدي إياه، يلا انقلع على شغلك. شكلك بترتاحي بس تبهدليني. بس هلا أحسن، على القليل خلصنا من الحجار، يعني في تحسن. ما في لا تحسن ولا غيره، أنت مجنون ولا بدك تجنني؟ طيب شو أعمل؟ أتركك بالشارع؟ ممكن كلاب الشوارع يجوا عبوك. طلعي خلينا ندور شوي. شو هالثقة بالله؟ فيك تقلي ليش لدور معك بنص الليل؟ خلاص على راحتك، إذا مو حابة بلا، على القليل قرري لوين رايحة لحتى وصلك بطريقي. على فكرة من شاني مو مشانك. هلا إذا تركتك يمكن شي كلب يجي عضي، وراح أضطر أرجع لحتى أسعفك. شفتي إنه مشاني؟ كأنك مغرور؟ إيه بس لطيف مو هيك؟ لطيف وبمنتهى الرقة. عن جد شكرا لك. بكرة رح يكتبوا بالجرايد حادثة في هالفتي، كلاب الشوارع تقوم بتمزيق جسد صبية جميلة في مقتبل العمر. رأى الفتاة شاب لطيف يقود موتور وحاول مساعدتها بس المغدورة رفضت. طيب ماشي، بس على شرط بتوصلني وبتتركني، وبعد هيك بتروح دغري. يلا طلعي.